مرحبا بكم، انا يسرى برناز اخصائيه في التغذيه والتثقيف الصحي. باش نحكيو اليوم على موضوع مهم برشا اللي هو الفرق بين الحبوب والفرينه. الفرق بين الحبوب الكامله والفرينه انه تمتاز الحبوب الكامله بحاجه خاصه جدا اللي هي القمح يقعد بالكشكره نتاعو، يعني نحن نقولوا القمح يقعد بك القشره البرانيه. القشره البرانيه هي اللي مهمه برشا جسم الانسان على خاطرها فيها برشا فوائد. وبالنسبه للفرينه هو عباره يعني حاجه مرحيه على الاخر تولي متكونه علميا احنا نقولوا من سلسله نتاع سكريات مرتبطه في جرد بعضها، يصير لها هضم اولي في الفم، بعديك يصير لها هضم ثاني في المعده، المسار باش يلقاوها سكريات حاضره باش يرفعوا لنا السكر في وسط الجسم الانسان. الحبوب الكاملة تمتاز إنها غنية تكون بالمنافع اللي هما الأملاح المعدنية كما البوتاسيوم الفوسفور المغنيسيوم اللي هما يعاونوا جسم الإنسان على طرد السموم من جسمه. وبيان سور الحبوب الكاملة هذه زادة تمتاز إنها غنية بالألياف. الألياف هذوما هما ألياف باهية برشا لجسم الإنسان، يخليوش البدن يطلع السكر برشا. علاش؟ خاطر ما يصيرلهمش هضم أولي في الفم، بالعكس يصير لهم هضم أولي في المعدة، ومن بعد المسار يكملوا لها الخدمة، وكل الألياف الزايدة باش تمشي على روحها، ماهيش باش تطلع لنا السكر في وسط البدن. حاجة أخرى، الحبوب الكاملة تمتاز إنها ذات مؤشر جليسيمي منخفض، كما مثلا النخالة نتاع الشوفان، ولا نخالة القمح، ولا القمح في حد ذاته، ولا الشعير. هما شنية؟ ما يخليونيش السكر يطلع في جسم الإنسان. مثلا 100 غرام حبوب كاملة أو 100 غرام شوفان ما يطلعونيش نسبة السكريات في بدننا كما يطلعهم 100 غرام فرينة. 100 غرام فرينة مثلا المؤشر متاع السكر متاعها يكون في 80%، لكن مؤشر السكر متاع الحبوب الكاملة اللي تبدأ بقشرتها يكون ما بين 20 و40%. انت ونوع الحبوب اللي احنا استعملناها، مثلا الشوفان هنا باش يكون بنسبة 50%، والنخالة متاع الشوفان باش يكون نسبة 20%. كل قاية نستعمل شوفان ولا النخالة، الزوز نجم نستعملها، لكن تبقى النخالة متاع الشوفان أفضل لجسم الإنسان. كنا نجمو نستعملوهم كما في عوض الفرينة. مثلا انا باش نعمل جاتو في عوض نستعمل، مثلا باش نعمل كيك في الدار على روحي في عوض نستعمل الفرينة البيضاء، نجمو ناخذ الفرينة الانتيغرال والا فرينة الشوفان والا نخالة الشوفان باش نعمل بهم اكل باتيسري نتاعي في الدار. تكون لهنا نسبة السكريات ارفق وخير لجسم الانسان، في الحالة هذه ما يطلعناش السكر وتكون اكلة صحية. كيف الفرينة بتاع الشوفان نجمو نعمل بها لبات المعجنات الكل، خاصة طو في شهر رمضان نجمو نستعملوهم باش نحدو، خاطر نطيبو برشا ماكلات باش نحدو من كمية السكريات والدهنيات الموجودة. نستعملو انواع الفرينة كيما فرينة الشوفان والكسيبة والفرينة الشعير وفرينة القمح باش نعملو بيهم بيتزا، باش نعملو بيهم الكريب، باش نعملو بيهم مثلا جاتوات في السهرية، باش نعملو بيهم كسكسي. نجمو ناخذو مثلا القمح نهزوه لحد يعاوننا باش يعاوننا في عوض نعملو كسكسي ديالي بالسميد، نعملو كسكسي ديالي بالقمح. مثلا نجمو نستعملو ملفوف الشعير لهنا يعوضنا القمح، ونجمو نستعملو البرغل زادا، البرغل اللي هو قمح مكسر، نقولو نحنا فما الخشين وفما الجوايد كسوا في الجيري والا مفور كأنه كسكسي ولا رز جربي.